عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نفصل معكم جلابة بالكتاف طايحين، غتكون ان شاء الله عندها الجيب ومطروزة الطرز ديال الماكينة عندي في القناة، ولكن بغيت نعاودها معكم في هذا التويب. هذا التوب ديال المليفة. هنا عندي التوب تفصيلة فيها 2.30 متر، هنا يطوي التوب على 4 كما شفتوا. راه درت هذا القفا، ها الوجه من الداخل. دائما كنقلبوا التوب ملي كنبغيو نفصلو. صافي، هنا طويته دابا على 4 في الطول. هذه هي الحاشية ديالو، هانتي هذه راه مسدودة وهذه محلولة، ومن هاد الجهة اللي غيكون بجهتي راه مسدود، حيت الجلابة غتكون عندو الطرزة، غتكون عندها الطرزة في الصدر، وغتكون مسدودة من الصدر، ما تكونش عندها السفيفة في الأمام. الكتاف عندي 30، غنزيد سنتيم ديال الخياطة. وغنهبط هنايا بربعة ديال السنتيم. الكتاف يكونو طايحين نهبطو بربعة ولا بخمسة. هنا في الدورة ديال الدراع عندها 20، وغادي نزيدها 2 سنتيم. غنخرج هنا قبالتها ب31 كما خرجت هنا في الكتاف. هنا غنحط العبار ديال الصدر، عندي 27 في الصدر، ونزيد 2 سنتيم ديال الخياطة. غادي نهبط دابا 14 للبطن و 14 للحوض. عندي البطن فيها 25 ونزيد 2 سنتيم. الحوض عندي فيه 30، نسطر هذا الخط هذا ديال الدراع. نجيب هاد البيستولي، نحاول نجيبها مع هاد النقطة هادي، هاد النقطة هادي ديال الحوض. صافي، هذه هي الطريقه. ولا ما كانش البيستولي راه كنديرو غير بيدينا هكا. الدوره ديال العام ندير فيها 8، وكنهبط في الظهر كنهبط 2 سنتيم. صافي، وندور معها هكا بيدي. نجيب المثلث وغنصيب بخط من هاد النقطة لهاد النقطة هادي. صافي، دابا غادي نشد الطول ديالي، نشد من هنايا من هاد النقطة هادي، غنحط هنايا السنتيم، وغادي نجيب التوب. عندي في الطول 136، ها هي هنايا عندي الطول. وغادي نزيد 8 ديال السنتيم ديال العطفة من التحت. صافي، هاد النقطة هادي هي ديال الطول، وهادي ديال لوغلي 8 ديال السنتيم. صافي، وغادي ندير نقطة، غادي ندير خط. نجيب هاد المسطرة الكبيرة، غادي نصيب خط لتحت. هاد الجلابة ملي كتكون بلدية راه ما كتكونش ايفازي، كتكون عندها الكتاف طايحين. غندير لها في الايفازي من التحت، غندير لها 37.
صافي. وغنسيل هاد النقطة ديال الحوض، النقطة اللي عندي لتحت. هنا باش ما تبقاليش هنا دايره بحال المثلث كنحاول نقادها. دابا غادي نحيي حيط الظهر ونخلي هذا ديال الامام باش نطراسي الدوره ديال العنق ديال الامام، ونهبط هنا ب11 صافي. ونسير بخط هنايا، نجي لهنايا غنقص منها سنتيم ونص هذا ديال الامام. نقصو سنتيم ونص من هاد الجهة، هنا واخا تنقصو غير 20 سنتيم ولا هدا، ولا تخرجوها كاع الزيرو هنايا. صافي هنا غادي نطراسي هاد المنتصف ديال الأمام. صافي هذا هو الامام ديالي. دابا غادي نفصل الكمام، هذا هو الطرف اللي شاطلي من الثوب، غنخرج منه الكمام ونخرج منه القب. غندير هنايا 22 ونهبط هنايا 2 سنتيم. الطول عندي 52، ونزيد 3 سنتيم ديال الخياطة. الموش غندير 15 الدراع عندي فيه 20، ونهبط من هاد البلاصه هادي 7 ديال السنتيم ونحط الدوره ديال الدراع ديالي. صافي غندخل واحد سنتيم ولا سنتيم ونص باش ما يجينيش الكم مخنشش من هاد الجهه. وهاد 2 سنتيم اللي هبطت هنايا غادي نصير بخط هنا. هذا هو الكم ديالنا. دابا غادي نفصل القب، هذا الطرف اللي شاطلي ديال القب. القب في الدوره ديال القب غادي ندير 40 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. غادي نجي قبالت هنايا فين خرج وغادي ندير 24. هنا غادي نخرج 30، هاد الجهه اللي كتكون مسدوده هنايا في القب 30. غادي نجي لهنايا نطلع 10 سنتيم قبالتها هنايا، قبالت فين خرجت هنا 24، غادي نطلع عاود 10 ديال السنتيم صافي. وغادي نصير بخط
من هاد النقطة اللي خرجت هنايا 30 هنايا، ومن هاد النقطة هادي غادي نسل هنايا، غنجي لهاد المسافة هادي نقسمها على جوج، الأول اللي نقسم على جوج هادو هنايا، غادي نخرج من هنايا سنتيم وندخل من هنا سنتيم، صافي هذا هو القب ديالنا، راه ساهل. هاد الجلابة بلدية كتكون ساهلة في الفصالة، الكمام ديالها ما فيهمش تعقيدات، خلصنا القاعدة ديال القب راه هي هادي. صافي هذا هو القب ديالنا، هنا غادي نفصل الجيب، الجيب غندير فيه 22 على 22 باش جوج سنتيمات حيد ديال الخياطة ويبقى فيه 20 على 20 يجي مربع، أنا بطينا 22، وهنايا راه غندير 11 على حساب هنا راه عندي على جوج مطوي على جوج. صافي هذا هو الجيب ديالنا، غادي يكون مطروز هو والكمام والصدر، وهذه هي الجلابه ديالنا، ان شاء الله دابا من توجد نوريكم الشكل النهائي ديالها.